اصلا مش مصدق ان انتوا بتقولوا ده خالص. بص انا عارف انها فضايح وكل انا برد وخلاص. اه لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انت عايز مننا؟ والله ما انا ما عارف انت بتتكلم عن ايه. ما تخافيش انا مش ناسيكي، ما تخافيش لو من نداني قط يا ابني. ادم النحاس سيزون 2 ممكن نتعرف اول مره. هاي ادم ازيك، انا نحميها. ممكن نتعرف؟ ممكن نتعرف. عايزك تقولي اسمك زي ما بتكتبه على الكراسه بتاعت العربي. ادم احمد سعيد. طب عايزك بقى تقولي اسمك السباعي. السباعي؟ اه. ادم احمد سعيد عبد المنعم عبد الفتاح سيد علي النحاس. طب انت ليه بقى ما اخترتش اسمك الاولاني؟ ليه خدت النحاس على طول؟ لان مش انا اللي اخترت. مين اللي اختار لك اسم عيلتي؟ مين بقى اللي اختار لك اسم عيلتك يعني؟ والله العظيم انا عرفت كده فجاه ان انا اسمي ادم النحاس. يعني انت مره واحده بقى يقول لك ادم النحاس فخلاص؟ انا عارف ان انا اخر اسمي في عيلتي ادم النحاس، ففجاه لقيت اسمي في التتر هو ادم النحاس. اكتر اسم دلع بتحبه ايه؟ دودو. عندك كام سنه يا دودو؟ 12. انت مواليد يوم 31 يوليو. اقول لك دلوقتي مميزاته وعيوب برج الاسد عشان اشوف انت شبه برجك ولا لا. جاهز؟ جاهز. اول حاجه مميزات برج الاسد ان انت بتحب تساعد الناس جدا. ما اكيد باباك ومامتك علموك ازاي تساعد الناس. اكيد. عايزك تحكي لي على مواقف ساعدت فيها الناس ورجعت لماما وبابا انا عملت كذا كذا كذا. اقول لك برافو عليك. مثلا في الشارع في حد ما كانش عارف يعدي مثلا فمسكت ايده كده. انت عديته؟ اه يعني كان معايا بابا بس مثلا كان في زي مش فاكر اسمه بس هو حاجه بتبقى على جنب الشارع رصيف. هي كانت ست كبيره في السن مش عارفه تطلع الرصيف فمسكت ايدها سندت عليا. تاني حاجه من مميزات برج الاسد ان انت بتحب تخلي عيلتك واصحابك مبسوطين. اه قولي بقى ادم بيخلي صحابه وعيلته مبسوطين ازاي؟ انا دايما بلعب مع صحابي. دي اكتر حاجه تبسطهم؟ اه. طب انت بتخلي باباك ومامتك مبسوطين ازاي؟ هما بيقولوا لي لما انت بتبقى مبسوط بابا مبسوط. طب يا جماعه هنسقف والله يا فتتبسط انت بقى ومش مهم هم. العيوب بقى بتاعت برج الاسد ان هم قمصين جدا مش بيحبوا يتكلموا لو متضايقين. الكلام صح ولا لا؟ انت متاكد ان ده برج الاسد؟ اه والله بجد. ده الكلام مكتوب عنه. طيب اعمل ايه؟ مين اللي كاتب الكلام؟ في جوجل كاتب كده. دخلت عيوب برج الاسد رجل الاسد كمان ماشي فطلع كده. طب انت قول لي ايه عيوب برج الاسد؟ هو اللي كاتب ده اصلا يعني هو برج الاسد اصلا؟ مش عارف والله بس ده سؤال يعني فعلا. هو سأل حد مثلا؟ بص هو ده علم الابراج. اصلا مش مصدق ان انت بتقوله ده خالص. انا حاسس ان ده مش انا اصلا. يا سيدي سيبك خالص من ده. عايزك تقول لي انت ايه عيوب برج الاسد من وجهه نظرك انت؟ مش عارف والله. طب انت بتقول ان هو مش شبهك. انت لو انت بتقول مثلا في عيوب انت بقول لك انت قماص. انت قماص ولا لا؟ لو في حاجه كبيره بتقمص اوقات. بتقمص بقى ما حدش يكلمني تخش جوه الاوضه وبتاع؟ لا لا مش للدرجه. وبتعمل ايه؟ انا عمري ما دخلت جوه الاوضه كده قماص. لا تصدق مره والله ما فاكر. احكي ايه اللي حصل في المره دي. والله ما انا ما عارف انت بتتكلم عن ايه. انا برد وخلاص. احكي لي ليه اتقمصت او بتقمص ليه عامه؟ انا ما بحبش حد يقول لي حاجه وما يعملهاش حتى لو هو قصد هزار يعني اي حاجه. مين اكتر بقى حد بيعمل معاك كده؟ لا اقول لك حاجه. انت عارف ان انا لو حد قال لي حاجه هعملها لك وهو غريب بحس ان هو اللي هيعملها. عشان حاسس ان هو كده مش اكيد مش هيحاول عليا يعني. اه. طب انت بقى مش بتحب تتكلم لو انت متضايق ولا انت بتقول على طول؟ انا رغاي. رغاي ازاي؟ طيب احكي لي. انا ما بعرفش افتح مواضيع بس لو في موضوع قدامي انا برغي. ايه المواضيع اللي انت دايما هتلاقي ان اي حد لو فتح كلام معاك فيها هتلاقي نفسك دخلت فيها على طول؟ الكور. انت بقى رقم كام في اخواتك؟ انا الاول. وعندك كام بعد كده؟ عندي واحد كمان. اسمه ايه؟ يحيى. انت يحيى بقى بترخم عليه كتير ولا انتوا الاثنين صحاب؟ هقول لك حاجه. قول لي. احنا بنتمزج لما بنرخم على بعض. بتتمزجوا؟ اه. مش عارف هو بيبقى قاعد زهقان كده بيجي يرخم عليا. انت بتكون قاعد هادي طبعا ما تتكلمش بقى كده بتكون بترخم. والله العظيم يا جدعان انا بحب رخمه اخواتي. اي نعم بتضايق بس لما هم مش موجودين بفتقد رخمتهم. طب انت ازاي بترخم عليهم؟ يعني انا مش عارف حاجات كتير قوي. انا لا لما باجي افكر في حاجه انا لما باجي ارخم عليهم يعني بيبقى قدام الامر الواقع فببقى عارف هعمل ايه لان هم بيعملوا كذا. اه انت بيكون رد فعل يعني اللي هم بيعملوه صح؟ أوه. انت دلوقتي في سنه كام؟ سته ابتدائي. عايزك تقول لي بقى درجاتك عامله ايه في المدرسه؟ شاطر بقى ولا اللي هو قشطه صباح الفل كده انا عايز اروح اخلص المدرسه عشان اروح امثل وبتاع وكده؟ انا الدرجات لسه ما طلعتش. انا في الطبيعي يعني مره كده ومره كده. بس انا اقول لكم حاجه انا في ماده انا ماليش خالص فيها هي الماس. أسوأ درجه جبتها كانت كام؟ بص انا عارف انها فضايح وكل جبت في الماس قبل كده 3 من 15 بس دي امتحانات شهر. الترم الاول او الترم الثاني او كده؟ لا بعد كده جبت 11 من 15. انت عايز لما تخلص مدرسه تحب تدرس تمثيل ولا عايز تدرس حاجه تانية جنب التمثيل عشان تبقى بتعرف تعمل كذا حاجه؟ هو في حاجات تانية بعرف اعملها بس انا مش عارف انا ممكن ادرس. انا بحب مثلا التصوير والاخراج وكده. انت عايز تكمل في المجال اللي انت فيه عامه؟ اه. عرفنا ان انت غنيت في الاوبرا. ايه اللي حصل بقى خلى باباك ومامتك كده ياخدوك من ايدك يودوك الاوبرا؟ من وانا صغير فعلا بغني وبسمع اغاني بعض اغنيها. انا غنيت قبل ما اتكلم. انا دايما كنت بغني اكتر ما بتكلم في الطبيعي. كنت بغني ايه طيب؟ انا كنت بحب اغنيه انا اقول المزيكا بتاعتها كده. ايوه جنجم ستايل تقريبا. ايوه
هي دي؟ هي دي. لو شغلت لك المزيكا تعرف تعلمني عليها ارقص ازاي؟ انت عايز مننا؟ عايزك تعلمني ازاي ارقص عليها. طيب نعم كده 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 بعد تنطط كده ايديك اهي وكده وتقعد تتنطط بس كده؟ تتنطط وانت فاتح رجليك شويه كده. احكي لي عن حاجات كنت بتغنيها في الاوبرا، ايه الاغاني اللي انت كنت بتغنيها في الاوبرا؟ لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي احضر في خبر كينا بدل ما هي راح ياخد سيرمون. استاذ خالد جلال شافك في الاوبرا وخدك معايا تعمل اعلان. فاكر العرض اللي كنت بتعمله يومها؟ هو ما كانش عرض كبير، هو كلمتين. المفروض يعني ان انا بيبقى في ظابط هنا وظابط هنا وفي بنت هنا صغيره، حضرتك من امبارح وحضرتك من النهارده ممكن توصلونا لبكره؟ فهيقولوا طبعا وهي تقول يلا بينا ونقفل بقى المسرح. طب ما تيجي تعملوا دلوقتي واحنا نقول يلا بينا ونسقف. حضرتك من امبارح وحضرتك من النهارده ممكن توصلونا لبكره؟ يلا بينا. تقريبا اول مسلسل عملته كان شبر ميه. الموضوع جالك ازاي؟ مها سليم شافتني في الاعلان وجابتني على طول على المكتب ان انا اللي هعمل الدور. لما انت رحت اللوكيشن وشفت الممثلين انت بتشوفهم في التلفزيون، انت وقتها حسيت بايه؟ انا لما شفت الممثلين مش عارف، انا دايما مش بنبهر بمعنى اللي هو كده، لان انا خلاص انا بقيت يعني يعتبر انا هبقى زيهم ان شاء الله. يعني بحاول ان انا ما اخدش الموضوع بان انا لسه فن مش ممثل. ازاي يا استاذ ادم بتعرف توافق ما بين وقت التصوير والدراسه؟ انا بروح المدرسه طبيعي جدا جدا جدا، ممكن اخر حصه هي اللي ما احضرهاش او ناجل التصوير، يعني يغير حاجه في الاوردر يخليني انا بعد شويه عشان اقدر ان انا بقى اجي بقى جاهز بعد المدرسه على طول. طب انت بقى الناس بتتعامل معاك ازاي في المدرسه؟ بيتعامل معاك اللي هو تعال احكي لنا بقى ايه اللي حصل في المسلسل وهي الدنيا سمير غانم لذيذه جدا كده في الحقيقه، احكي لي كده اللي بيحصل معاك في المدرسه. في اول الايام يعني كان بيبقى فيه زحمه عليا، يعني في مره وقعت على السلم بسبب الموضوع ده، كان ناس كتير حواليا عشان يتصوروا معاك وبتاع وكده. انا مش عارف هم ليه بيطلبوا مني امضى، انا لسه عندي 12 سنه. بمناسبه بقى نقل عام، عرفنا ان انت رسمت صوره لمحمود حميده بودان كبيره، ايه اللي حصل الحوار ده؟ انا اقول لك كل حاجه. احنا في اول بروف الترابيزه قال لي ارسمني بودن حمار، قال لي انت ما تعرفش الحمير. هو طلب منك تعمل ده؟ قال لي بقى ارسمني بودن حمار. والرسمه طلعت حلوه؟ مش عارف، هي اعتقد ما عجبتوش. ليه؟ لان ليه؟ هو بودن حمار. عرفنا ان انت كان عندك، مش عارف اقولها ازاي والله، انت صغير الحاجات دي بس. قول. عرفنا ان انت كان في علاقه غراميه ما بيني وما بيني، صح؟ عرفنا الحاجات دي. ايه اللي حصل؟ انت نور مصري؟ لا والله مش نور، والله لا. امال اميره؟ مش مهم، بس خلينا في موضوعنا دلوقتي، ايه الحوار ده؟ والله العظيم ما اعرف، المفروض ان انا بحبها في المسلسل بس لقيت فجاه ان انا بحبها في الحقيقه. انا اصلا ما قلتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، هم طلعوا عليها اشاعات. هم طلعوا اشاعات؟ اشاعات. الحكايه ان احنا كنا بنصور فانا اديتها محشيها كرومبايه. راح نور بقى ايه؟ ايوه بقى انت بتحبها. اقول لكم حاجه، هي اصلا مجنونه. ليه طيب؟ انا فتحت موبايلي لقيت صور ليها ولسانها فوق دماغها. ده معاه باسورد كمان؟ لا. امال ايه، فتحت موبايل ازاي؟ مش انت لو بتفتح الموبايل بيبقى فيه على الشمال ان انت تقدر تعمل كول، وبيبقى فيه على اليمين ان انت تقدر تشغل الكاميرا. هي شغلت الكاميرا وصورت مليار صوره. انت قلت لها ايه بقى لما انت لقيت الصور دي؟ مسحت الصور وما اتكلمتش خالص ولا اي حاجه. طب انت مش عايز تقول لها اي حاجه؟ مين بتاعت المحشيه؟ ما اعتقدش. شكلكم عارف مقطعين بعض، عارف ان هي الاخلاق فاهم. فكك جايه دي بقى اسمها ادم النحاس وعمرو دياب. وانا بتحب عمرو دياب قوي كده، عمل لك اختبار صغير وانك انت حافظ اغانيه كلها، عملت فيديو كان مكسر الدنيا، عمرو دياب منزله عنده قصص كده كتيرة، عمل لك اختبار صغير عشان اشوف انت بتحبه فعلا ولا لا. ماشي. عايزك تقولي اغنيه عمرو دياب فيها كلمه حبيبي. عارف حبيبي اللي زود حبيبي. طب يا جماعه سقفوا له بعد ما ايه. عايزك تقولي اغنيه عمرو دياب فيها كلمه بالي. بالي؟ لازم بالي؟ ما حدش يغشش، انا حاسس ان في صوت. بس انت كنت في بالي حالا مفيش اي. طب كملها بقى. العشق ده من نفسي ولا بهتم بيه، وانا اللي كان بعدك شاكر. طب انا عايزك تغني لي، غني لي اغنيه لعمرو دياب انت بتحبها وحافظها، وغنيها بقى كلها، ما تدينيش حته كده وتسكت وتقول لي هي مش حافظها. عارف كام سنه وانا جنبك هنا بحلم يجي يوم نبقى لبعضنا لمكانك اتملى، ولا يوم حبيت ولا اتخيل قلبنا مع غيرك يا انا. اغنيه فيها اسم بنت من بنات عمرو دياب. يا كنزي وكل ما ليا حياه قلبي ونور عيني ملاك الدنيا في عينيا. عمرو دياب غنى لشيرين رضا اغنيه ايه؟ هي بتيجي على السيره ولا لسه؟ قط يا ابني ما تخافيش انا مش ناسيكي، ما تخافيش لو من ناداني مش هعيش من غير عينيكي، مش هعيش مع حب تاني تاني ما تخافيش.
اخر بقى سؤال في الحته دي، عمرو دياب غنى لدينا شيرين اغنيه ايه؟ في اماكن الزهر انا قمري طلع واتشهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. فرحت اكتر لما شفت عمرو دياب لايف في الحفله بتاعته، ولا لما نزل لك الفيديو وانت بتغني؟ لما نزل لي الفيديو، مع ان انا شفته وانبسطت، بس هو معناه ان هو شافني. فانا احكي لي اليوم ده ايه اللي حصل فيه، النوتيفيكيشن جات لك ان عمرو دياب عملك تاج، احكي لي ايه اللي حصل. انا كنت قاعد عادي بلعب على بلاي ستيشن، فجاه لقيت بابا بيقول لي عمرو دياب نزل فيديو عنده. ما صرحتش، بس انا انبسطت. لما ببسط ما بحسش ان انا دايما بخو كده. مش بتقفر في الانبساط يعني؟ مش بنفجر بهداوه يعني. طب انت بتحب عمرو دياب وبتحب مروان بابلو، بتسمع اندر جراوند كتير، ايه المعلومات دي؟ عيب عليك بقى، احنا عارفين كل حاجه. انت بتحب تسمع نوع معين من المزيكا ولا بتسمع كل حاجه؟ لا انا بحب التراب. بتحبه؟ حافظ حاجات؟ مش عارف، بس انا بحب كتير قوي مروان بابلو، بحبه جدا. الحلقه الجايه ان شاء الله انا ومروان بابلو. لا لا مفيش الكلام ده، احنا بس هنعمل اغنيه. تعمل اغنيه؟ بحب مثلا فري زميل دهر عادي، تخفف الالام يا اسمها ايه دي بكتفين يا مش فاضي لجنان، بس اقول جوه ترابي هضحك وقتي كله، مايك جنب اللاب يا عامل زي زويل الفيزياء عندي كيف لا اصل لي الفيلم عندي دير مش قلت سايت نجا انا كير. يلا يلا. عارف ان انت ذواقه، بتحب انواع كتيره مختلفه من الاكل، بتحب بقى اسيوي وايطالي وبتعمل حاجات كتير صح؟ بتحب الاكل قوي. عايزك تتخيل معايا كده لو هتعمل اكله باسم ادم النحاس هتبقى ايه الاكله دي؟ انا ممكن اعمل نودلز بالبيبيرو سلامي، انا بحب السلامي اكتر من البيبيرو. هيبقى نودلز فيها اللي هو الصوص سويت اند ساور وعليها سلامي. احنا بنشوفك لابس نظاره دلوقتي أه؟ واحيانا هناك في المسلسل من غير نظاره، انت بقى بتعمل ايه وقتها ولا ايه الدنيا ماشيه معاك؟ بتلبس نظاره امتى؟ ايه اللي بيحصل؟ لا انا نظري ضعيف جدا. وبعدين طب انت ازاي بتمثل من غير نظاره كده وعادي؟ وعادي، بس انت بتكون طبعا مرتاح اكتر بالنظاره يعني. انا مش شايف ملامحكم، انا بص كده. عارف لما تجيب كاميرا التصوير وتروح مثلا على وش اي حد وتروح بقى جايب البعيد؟ ايوه. وده بس ده اللي انا ببقى شايفه. ايوه على فكره انا عيني بتصغر من غير النظاره، بحس ان انا ببقى كيوت اكتر من النظاره. انت بتحب تسافر قوي، بتسافر كتير. عايزك تحكي لي على مغامراتك في السفر، قولي مكان فسافرت فيه معين ومغامره عملتها هناك. انا بحب اسافر واتبسط، ومثلا اروح كافيه كاريوكي اقعد اغني. مثلا دهب، انا بحب دهب قوي، مع انه قالوا لي ان مثلا الاطفال مش هينبسطوا بده. انا انبسطت جدا. طب انا عايزك تحكي لي على مغامره عملتها، ما لكش مغامرات خالص. قررت ان اطلع على جبل من غير السليبر بتاعي، لقيت قواقع لازقه في الجبل شوكت لي رجلي. لا بص مش فايت. وبعدين باظت من تحت. بتحب هاري بوتر قوي جدا؟ لو هيعملوا فيلم هاري بوتر في مصر وانت هتمثل شخصيه هاري وهو صغير، هتكون عايز مين يمثل معاك من الناس المشهوره في الفيلم؟ انا هاخدهم الشبه، مش عارف، ممكن روني يبقى ادم وهدان، هرمايني تبقى هنا، انا زهران، جيني تبقى ريما عبد القادر. نفسي في جزء تامن. انت عايز تعمله انت صح؟ نفسي اعيش حياتي هاري بوتر. طب ممكن تقول لهم في الكاميرا هنا، اقول لهم يا جماعه انا عايز اعمل هاري بوتر وانا هعمل نسخه مصريه منه. انا هعمل نسخه مصريه من هاري بوتر بالموبايل بتاعي. انا اول سليبري كراش كانت هرمايني. بجد؟ اه. طب دلوقتي بقى مفيش؟ لا في. ممكن اصاحب في المدرسه، انا بصاحب عادي ولاد وبنات كتير. انا بتكلم على كراش، مش بتكلم على صداقه، خلينا بس ايه واضحين. ايوه والله الضحكه دي وراها مصايب. انا عارف. ما هو في اكيد، انا اصلا مش مقتنع بالكلام ده، بس بيقولوا ان احنا كده في اول سن المراهقه يعني، فهنبقى بنعمل كده غصب عننا. غصب عنكم؟ يعني انت دلوقتي في حاله عاطفيه؟ يعني ايه حاله؟ يعني إيه انت مرتبط دلوقتي؟ لا. هتزعل منك؟ انا بقول لك انا مصاحب عادي والله العظيم. مفيش حاجه اسمها كده خلاص. مفيش حاجه اسمها ايه يعني؟ انت شايف ان انا ينفع امشي كده لوحدي انا وبنت؟ لا طبعا مش شايف كده. بس كملي. طيب كمل. احنا بنبقى كتير كده، اولاد وبنات كتير مع بعض عادي. صحاب بس. خلينا بقى في تاني فقره اللي هي كومنت. في الفقره دي هقول لك على حاجات عندك على السوشيال ميديا وعايزين منك كومنت عليها. تمام يلا بينا. 16 اكتوبر 2020 نزلت صوره على انستغرام مع علاء الشربيني في برنامج اسمه اصغر شيف، كنت تطبخ معايا، واحنا عارفين انك قلت فوق انت بتحب الاكل. لانا بقى انت بتعرف تطبخ؟ ايوه. تعمل اكل ايه بقى؟ بعمل حاجات كتير، بحب اعمل اندومي وبحب اعمل سندوتشات، وبعرف اعمل بيض مقلي ومسلوق، اللي هو اللي بيتحط كده ده وبنقعد نقلبه لحد ما يبقى عامل زي كده وبيتحط في السندوتش على فوق. وبعرف اعمل شاي. بس انا في المطبخ بقى بتعمل مثلا معاها مكرونه بشاميل. بقلب صلصه. بتقلب صلصه بس؟ ورز. ده اخرك. بعرف اقلب. في نوفمبر 2019 نزلت صوره في هالوين عملت ميك اب الجوكر. ايه اكتر شخصيه في الكرتون انت بتحبها واشمعنى؟ بحب باتمان لو هنعتبره كرتون، بحسه مش مقفورين في قوته، هو طبيعي. انت بتتصارع بحر كتير قوي وانت ماسك كائنات، انت مصطدم بحر. صح؟ ايوه. ايه بقى حوار الصيد ده اتعلمته امتى؟ انا هقول لك حاجه، احنا بنروح البحر الساعه 11 الصبح وبنروح 5
على 5 فبنروح نتغدى على طول. انا بيبقى الشمس خلاص بتغرب فالحيوانات بتبدا تطلع فبنمسكها ونتصور بيها. بصطاد معايا قرايبي. بنروح عند الحته اللي في الجبل. احنا في راس محمد بيبقى فيه جبال كتير قوي طالعه كده على الميه، فبنروح عند الحته اللي في الجبل اللي بيبقى لامسها الميه، بيبقى لازق فيها بقى كل الحاجات دي. في مره طلعنا حلزون اعتقد قد كده، حاولنا نحطه في الجردل ما دخلش، كبير جدا. رجعته تاني ولا بس اتفرجنا ليه ورجعناه تاني؟ رجعته تاني. ده كبير جدا، اصلا الطحالب كانت لازقه فيه من كتر ما هو بقاله كتير لازق في حاجه. 13 يناير 2020 نزلت صوره مع بازلز كتيره. بحاول افتكر. لعبه انت بتلعب بيها؟ ايوه افتكرت لما كنا في هابي نيو يير صح؟ بالظبط. انت بقى ايه اكتر لعبه انت بتحبها؟ انا بحب البلاي ستيشن بس. حريف يعني؟ بلعب اف سي. كنت منزل صوره يوم 12 يونيو 2023 وانت ماسك علم الاهلي وكاتب عليها اعظم نادي في الكون. انت شكلك اهلاوي قوي قوي. انا اليوم ده كنت بجري في النادي وانا قلع التيشيرت وبعيط عشان جبنا جون في نهائي افريقيا لما عبد المنعم عمل كده. طب عايز اعرف منك اشمعنى الاهلي؟ ليه مش الزمالك مثلا؟ اتربيت على ان انا بشجع الاهلي وحبيت الاهلي قوي قوي. طب انت نفسك تبقى لعيب كوره ولا لا؟ بتعرف تلعب كوره اصلا؟ ما عنديش الموهبه بس نفسي طبعا ابقى لعيب كوره. يعني اي حد اي ولد اعتقد بيبقوا نفسهم يبقوا لعيب كوره. كنت منزل صوره يوم 7 ابريل 2023 وانت ماسك بومه على ايدك، تصوير مسلسل. ايوه. بتقول هو ليه الناس مش بتحب بومه؟ انت بقى وجهه نظرك ليه حاسس الناس مش بتحب بومه؟ عشان مثلا بتعمل كده وبصتها لما بتيجي تبرق لك ممكن تخاف، بس انا بحبها، هي كيوت جدا. انا سميتها على فكره هيدويك. هيدويك؟ هيدويك على اسم البومة بتاعت هاري بوتر. اوكي. انا خليته على فكرة يسميها هيدويك. من سنتين ما كنتش عارف هاري بوتر، مش عارف ازاي ما كنتش بتفرج عليه، وبعد كده دلوقتي حبيته جدا جدا. انا مش عارف ازاي ما كنتش عارفه بجد، انا حسيت ان انا كان فايتني حاجات كتيرة. منزل صورة وانت بتلعب طبلة. طبلة. طب دلوقتي احنا معانا طبلة بجد، عايزك تسمعنا حاجة. يلا. طب عايز تغني بقى اغنية وانت بتطبل. اخر فقره معانا بقى اسمها ادم فيرسس نادين. اخر فقره معانا اسمها الكاركتر فيرسس الشخصيه اللي انت بتقدمها في المسلسل. الفقره دي ان انا هستعرض حاجات نادين كان بيعملها في المسلسل واشوفك انت كادم ممكن تعمل حاجات شبهها ولا لا. مبدئيا عايز اعرف منك ذاكرت ازاي شخصيه مش سهله زي شخصيه نديم المختلف جدا جدا اللي عن توحد. ايه الريفرنس بتاعك كان ايه؟ ازاي عرفت تعمل دور حلو قوي كده؟ نديم لو انت ممثل تقدر ان انت تتمكن ان انت تعرف تمثل كويس قوي بوشك هتبقى اسهل شخصيه انت ممكن تعملها هي شخصيه نديم، لان انت مش هتعمل اي حاجه، انت مش عايز غير كده. انت عندك توحد، مش بتدي رياكشنز بس، تحس كده ان انت في حاجات كتير جواك عايز تخرجها ومش عارف. وذاكرت الدور مع استاذ عبد العزيز نجار، عملنا كذا بروف الترابيزه يعني كده. نادين بقى حصل من حاجات في مدرسه كتيره. نادين كان بيحفظ كويس قوي قوي قوي، انت شخص بيحفظ المشاهد كويس ولا بتقعد تعيد كتير؟ انا بعرف احفظ المشاهد كويس بس اكيد مش زي نادين يعني. انا بقى دلوقتي بتكلم عنك انت كشخص بتحفظ كويس ولا بتعيد كتير؟ بحفظ كويس. نادين كان شاطر قوي في المدرسه، انت بقى شاطر في المدرسه شاطر اللي هو يعني بتجيب كده ولا مطلع عين المدرسين بقى وشقي وبتاع؟ هو انا مش بجيب، انا مش هدفي ان انا اقفل الماده، انا هدفي ان اعمل حاجه كويسه واطلع تمام. عايز تمشي الليله لو تمام، عايز تدرس وتذاكر وتعمل كل حاجه بس انت مش هدفك تقفل الماده، انت عايز يعني مش عايز ابقى الاول على الفصل، ده مش هدفك اصلا، عايز تمثل في الاول في الاخر. نديم ما كانش عنده اصحاب في المدرسه، انت عندك كام واحد صاحبك؟ المدرسه كلها. المدرسه كلها اصحابك؟ انا بني ادم اجتماعي بس. نديم كان هادي خالص، انت طول الوقت بقى شقاوه وكده ولا زي نديم هادي وركز كده وبتاع؟ لا انا شقاوه وهادي يعني اوقات واوقات، بتدي كل حاجه حقها يعني. نديم سمع كلام مامته وطلع محامي، انت تسمع كلام ماما وبابا ولا مطلع عينيهم؟ انا بسمع كلامهم. ماما بتهز راسها دلوقتي تقول طبعا اكيد بجد مطلع عينيهم. تعرفوا تجيبوا كاميرا طلع عينيهم شويه صح؟ نوعا ما يعني. لو ضغطت عليهم اكتر من كده تقول انت مطلع عينيهم صح؟ طبعا. بس هقول لك حاجه، انا مش مطلع عينيهم بس انا بحب دايما اعمل حاجه على مزاجي يعني، ما بحبش حد يجي. انت مطلع عينيهم جدا بقى. احنا انبسطنا قوي 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 بجد معاك، الحلقه خلصت بس احنا هنعمل حاجات ثانيه كتيره مع بعض. بجد انبسطنا قوي وانت برافو عليك، انت شاطر موهوب قوي ودمك خفيف. باي باي باي.